مسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى وأول مسجد بني في الإسلام، وقد جاء في الحديث: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة فله أجر عمرة. هذا المسجد قباء بني في الإسلام، لأول مرة بني في الإسلام، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في مسجد قباء وبنى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى ركعتين كأجر العمرة. يقع مسجد قباء في الجنوب الغربي للمدينة المنورة، ويبعد عن المسجد النبوي كيلومترات قليلة، وله محراب ومنارة ومنبر رخامي، وفيه بئر تنسب لأبي أيوب الأنصاري. شعورك ايه وانت بتزور هذا المسجد؟ وانا فرح جدا وشد فرح اكثر من ذلك. اهتم المسلمون بمسجد قباء خلال العصور الماضية، فجدده سيدنا عثمان بن عفان ثم الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي اهتم به كثيرا وجعل له رحبة وأروقة ومئذنة، وهي أول مئذنة تقام فيه. من المدينة المنورة، أمل الحناوي، القاهرة الإخبارية.